يعني منذ قليل الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة للمستشارة الألمانية ميركل لإعادة انتخابها لفترة ولاية رابعة، متمنيا لها المزيد من التقدم والنجاح بما يحقق طموحات وأمال الشعب الألماني. وأشاد الرئيس بعمق ومتانة العلاقات المصرية الألمانية وسعي الدولتين لتعزيزها وتحقيق المزيد من التعاون على كافة الأصعدة. ولاية رابعة، وميركل هي السيدة القوية في أوروبا في نظام برلماني في نظام برلماني